المراجع الأعلام، المراجع الأعلام والسادة الأعلام، وفي طليعتهم سيدنا السيد السيستاني لا مظله، عندما سئل عن هذه الشعائر قيل له هناك من يوهن هذه الشعائر، هناك من يقول بأن هذه الشعائر عادات وتقاليد سوف تضمحل وسوف تندثر، وأن هذه الشعائر تشوه صورة الدين، تشوه صورة المذهب. فأجاب دام ظله: لا يصغى لمثل هذه الكلمات. هذه الكلمة العظيمة معناها أولاً أن كل الشبهات والإشكالات حول الشعائر الحسينية كلها إشكالات واهية، كلها إشكالات ضعيفة، لا تستحق أن نرد عليها، ولا تستحق أن نضيع الوقت للنظر فيها، ولا تستحق أن يبالى بها، لأنها إشكالات ضعيفة، لذلك لا يصغى لمثل هذه الكلمات. وثانيا، إن هذا الكلام العظيم من المرجع العظيم يعني لنا أن كل هذه الاعتراضات سوف تموت وسوف تضمحل، وكل ما يطرح من عوائق ومن عقبات ومن تشكيكات كلها سوف تذوب ويبقى الحسين. وستبقى شعائركم حية خالدة رغم كل ما يقال، أنتم الذين ستبرهنون بإصراركم وثباتكم على مواقفكم وعلى شعائركم، أنتم ستبرهنون لكل من يتحدث معكم أن الحسين باق ببقاء هذه الشعائر.